الفل. زيك زيك، عامله ايه؟ بتسلم عليك كويس؟ ايه العيش الحلو ده؟ صباح الفل. صباح الفل. اسمك ايه بقى؟ ام مين بقى انت؟ ام احمد. ام احمد. عندي كم عيل؟ عندي ثلاثه، واحده جوزتها، واحد في الجيش، واحد لسه بيتعلم. جوزي فين؟ جوزي سباك بس قاعد من الشغل. ليه قاعد؟ ليه؟ مفيش شغل. سباك؟ مفيش. كويس؟ مفيش شغل. طيب. لا والله قاعد خالص. مفيش خالص. ده صغير في السن. يعني قاعد على القهوه؟ اه لا، قاعد في البيت ما بيعملش حاجه. مفيش والله شغل. انت بقى اللي بتشتغلي. اول ما جت بقى قصتك مع العيش بقى بدات امتى دي بقى؟ بدات امتى؟ هي 17 سنه. 17 سنه؟ طبعا ما كنتش بتشتغلي على الفرن ده؟ لا، على دي من زمان. على دي؟ على ده. ودي بقى يعني ازاي فكرت تعملي الشغله دي؟ بدات ازاي يعني؟ يعني كان في شو جوزك ظروف صعبه؟ وعشان اساعد العيال، ومعايا بنت كان في المدارس علمتها، اخذ دبلوم تجاره وجوزتها مع عيلين دلوقتي. تمام. بس فبجيب حاجات. العيلين التانيين بقى؟ لا لسه، واحد في الجيش وواحد في اولى ثانوي زراعه. بيتعلموا كلهم؟ برافو عليك. اتعلمتي؟ معايا دبلوم زراعه. والله يا جدع برافو عليك. اللي ابوكي كان بيشتغل ايه؟ لا بقى الله يرحمه، كان سمكر على كتبه يعني. بس علمكوا راجل جدع. انا اخويا مدير مع عبد الله نديم، مدرس. مدير مدرسه. كويس. بس جوزك بقى حظه وحش في الشغل. لا ده الحمد لله. طب الحمد لله. فكرتي بقى تعملي حكايه العيش دي؟ انت ساكنه هنا؟ بره. نو؟ وايش المكان ده؟ خدتيه زي كده قاعده كده مع جيرانك بج... يعني؟ كويسين هنا يعني الجيران. طب بتعملي ايه بقى؟ يعني نظامك اليومي ايه؟ بخبز يعني عيش، ويعني الجيران بياخدوا مني الصبح. الساعة 6 بصحى الصبح. 6 الصبح بتعجني؟ بإيدي؟ أربي خميرة الأول. بتعجني بإيدي؟ بإيدي. كله بإيدي؟ وتحطيه هنا؟ في العجان ده، وبعدين أعجن، وبعدين أطلع برا أخبز. يقعد قد إيه يتخمر بقى؟ يعني على نص ساعة. نص ساعة. وبعدين تبدأ تشتغل الساعة 7 كده. بيقعد للساعة كام بقى؟ لا مش من الساعة 7 يعني، من الساعة يعني على حوالي 9 10 كده الصبح. بس انت جيتي الساعة 6. ما عشان اما تختمر الخميرة مش بجيب بتاع الطابونة، خليها الخميرة عندي. وبتودي كل يوم الكلام ده؟ لا يوم. على حسب. انا كنت الاول بخبز كل يوم مودي البقالية. فمن ساعة ما الدقيق غلي مش نافع، فبعمله للبيوت، اللي عاوز البيوت بعمله. دلوقتي البقالين ما بياخدوش العيش ده؟ لا بياخدوا العيش ده. لا الناس بتشتري العيش ده؟ لا العيش ده مصري. بياخدوه وياكلوه. انت بتعملي بقى الشمس ده؟ ده بتبيعيه بكام الرغيف بقى؟ ده ام احمد 3 جنيه. 3 جنيه. ولما يفضل العيش تعملي فيه ايه؟ بجرجش وياخدوه مني جراجيش. فين الجراجيش دي؟ هجيب لك من ثواني. طيب بص، جراجيش من البيت. هاتي جراجيش والنبي. يعني تكسريه كده؟ لا هوري حضرتك. يعني ما بيترميش؟ لا جدع. ولا طبعا يروح لبط ولا وز ولا حاجه؟ ده غالي. انت بتجيب الشيكارت دي ايه بكام؟ 150. 150. تعمل لي كام رغيف دي؟ ما اعرفش والله، بالبركه. ما اعرفش. سلام. بالبركه ما اعرفش. ايه الشيكاره دي؟ ايوه. وبتستخدمي جنبيها بقى ايه؟ لا ما فيش حاجه. خميره بقى وكده؟ خميره بيره، وخميره بعملها انا بعد ما اخلص العجين بفركها كده واشيلها. تاني يوم اعمل عليها. ودول بقى بيستهلكوا دول بقى ولا ايه؟ ده ايه ده؟ هي المجارس اللي بنجرس عليها. بايدي؟ معموله من ايدي؟ فل ده ولا الكراتين بتاعت البيض. الكرتونه بتاعت البيض. ما يجراش حاجه جوه الفرن؟ لا. مفيش حاجه الناس ما بتسيبها، بتسيبها الحلقه، كل حاجه بيستخدموها. المعيشه بقت صعبه على الناس. يعني انت من 15 سنه بتشتغل الشغلانه دي، كنت بتبيع الرغيف ده بكام؟ كنت ببيع ب 75 وب 50. ب 75 وب 50؟ ب 50 للبقال. عشان هو يكسب فيه؟ لكن الكبير ده كنت ببيع ب 2 جنيه. من 15 سنة؟ مرات بتبيعي بكام؟ ما انا ببيع 3 ب 10، ولا 4 يعني، ب 4 3. من 15 سنة بتبيعي ب 2 جنيه؟ دلوقتي بتبيعي بكام؟ لا دلوقتي ب 4 ببيع. ب 4 بقى ضعف. بس الناس بتشتري بقى. بيشتروا. وانت هنا بتشتغلي بالانبوبه بقى؟ بتجيبي انبوبه كل يوم ولا ايه؟ 60. لا الشكاره بتاخد
انبوبتين انبوبتين يعني لو هجربت. بتجيب الانبوب 60 جنيه ده خلاك تغلي العيش بقى الناس هتعمل ايه؟ ما مش بيرضوا ياخدوه. ما انا كنت بخبز بدل البقالين. ما مش بيرضوا. البقالين دي كانت بتفرج عليكي الله يكرمك. ده حاجه اخر حلاوه. هو ده يبقى بعد قد ايه كده؟ لا بعد ما اخلصوا كده باجي بالليل يعني كده. فضل عندك 10 رغيف. لا بيطلبوا مني يعني مثلا عايزين 5 رغفة وعايزين 5 رغفة جراجيش يعملهم لي جراجيش. لا انا بتكلم تعملهم لهم في الفرن. يعني كده يخش الفرن بعد ما ينشف. لا اقطعه بالسكينه واعمله رصاص يعني. مظبوط. بس اما يبرد يعني ما ينفعش يتعمل دلوقتي. لا خلاص برد بقى كله تروح مقطعاه ومدخله الفرن. ده اللي طلب. قال لك عايز 4 رغيفة كده واربعة كده. طب وبعدين اذا فضل عندك 10 رغيفة تعمليهم كده؟ اعملهم للي عاوز بديله. دول يقعدوا بقى دي كده؟ يقعد منين ما يقعد ما يصوبش ولا حاجة. ما يجرلوش حاجة حتى ما هم جم وشافوه عشان انا بحط حتة بيرة صغيرة. مش بحط له حاجة تانية. بيرة صغيرة خميرة عادية. بلاش بيرة زي اللي افتكرك بتحطي ازازة بيرة ولا حاجة. بحط البيرة العادية. حتى حتة خميرة. البيرة بتاعتنا خميرة العادية مش الخميرة اللي هي الفورية. لا العادية بتاعتنا. ده يقعد زي ما انت عايزة بقى. وده بيسوي عشان كده الزبائن بيجي لنا. ايوه في مصر حتى في اي حتة. طبعا. لك هدية؟ لا ما انا هديك شوية وانت ماشي وعيش عشان تاكله وتدعي لي هناك. طيب بس بإذن الله. عامل لك شاي طيب؟ هتكسر اسناني يا أم أحمد. لا مش هيتكسر إن شاء الله. أم هنا ياكلوه مع الشاي؟ شاي لبن عدس ممكن فول نابت. تعرفوش حضرتك ده؟ ربنا يديك الصحة. تعيش. أنا مبسوط إن أنت كده والدنيا كويسة. في المعدة الحمد لله. بس كانت حكاية البقالين دي بتفرج عليكي. أيوه. كان ياخد منك 50 رغيف 100 رغيف. كتير بياخد. لما الحاجة غليت بدها صغير بيجي الحاجة. أمال الناس بتاكل إيه بقى دلوقتي؟ أمال الناس بتاكل إيه دلوقتي؟ بتاكل يعني بياكلوا عيش شكله إيه بقى؟ عيش المصري بياكلوه. ما إحنا بنجيبه وناكل بس لما بيقعد يعني 5 أيام 6 أيام بنشف يعني كده بنحمصه بردك بنعمل بيه العدس. يعني أنت بتاكلي بعيش؟ أيوه بناكل منه. يعني مش أنت بتاكلي ده ده؟ بناكل ده وناكل ده. من ده بنحمصه ونحطه على العدس بناكل. فرضنا ما فيش يعني فلوس ولا حاجه نخبز بنضطر نرجع ناكل ده. والحكايه دي بتساعدك كويس في مصاريف البيت؟ يعني 20 30 معدن الحمد لله معدن. تعمل لك 20 30 في اليوم؟ معدن. بس لو ما اشتغلتيش ما فيش؟ قاعدين معدن الحمد لله نعمل ايه؟ ربنا يديك الصحه. بتنزلي بتروحي بره اسيوط ولا ما فيش؟ لا هنروح فين؟ هتروح فين؟ معكيش حد بيساعدك؟ لا بيساعدوني بس لان محبه كده. بيساعدوني. لا معكيش حد بيساعدك؟ لا معايا ربنا. ربنا يديك الصحه يا ام احمد. الله يخليك. كنت بتشتغلي وانت صغيره؟ كنت شغاله. شغاله فين؟ مجلس المدينه. موظفه؟ امال سبتيها ليه؟ ما عشان مؤقت. كنت في العقود ال مشوكي. لا طب وانت صغيره خالص كنت بتشتغلي؟ لا كان كنا مع يعني انت فضلتي في حضن ابوكي لغايه ما علمك وخدت الدبلوم؟ ايوه. واشتغلتي موظفه؟ معدن ايش حلو قوي. طب ما قعدنا ما فيش شغل. يا خبر. يعني انت كنت في وضع تاني يعني معدن كنا ناس على كد يعني اشتغلي خدت الدبلوم؟ كان بيعمل يعني الواح زي كده. ابوكي؟ الله يرحمه. النلط اللي هي النلط. النلط اللي كانت بتولع في الحيطان. وانت كنت تشتغلي معاه؟ كنا قاعدين بنغسل الواح كده ونغسلها هنا في نفس المكان ده. وبعد ما كنت موظفه وكله تمام رجعت قعدت تاني تعملي العيش. نعم يا اخي. ربنا يديك الصحه. ربنا يديك الصحه يا ام احمد. ده انت ما بتسكتيش ولا ثانية. ما بتسكتيش ولا ثانية. لا لو سيتي ثانية ضاع العيش. ايوه يتحرك خسارة يبقى كده ما عملتش حاجة. لو راحوا شوية الرغيفة دول خلاص. وانت كان نفسك تبقي موظفة ها؟ كان نفسي حتى انفع عيالي. كنت اشتغلتي موظفة فعلا؟ طب ما نفعش ما فيش. ولما اضطريتي تنزلي كده اتضايقتي بقى؟ لا ما اتضايقتش الحمد لله ما دام الواحد
يشتغل فيه جرش يوكل عياله وما يعوزهمش لحد خالص. بس في زمايلك فضلوا موظفين؟ اه لغايه دلوقتي قاعدين. كويسين بقى؟ كويسين وعندهم بيوت وعندهم كل حاجه. وبيشتغلوا شويه ساعات الصبح لو جواز البيت تعبت اصلك اما جواز البيت يعني تعرف الجهاز وكده. انت اللي عملت كل حاجه ها؟ اه؟ لا هو معايا بس برضك يعني ملوش بصره يعني ما يعرفش يتصرف وكده. اه انت اللي قمتي بكل الجهاز. اه هو برضك كان يعني لما يجي له شغل على قد ما يقدر اه لما يجي له شغل وكده يشتغله. طب هو ليه ما بيقعدش ويشتغل معاك هنا؟ لا في رجل يشتغل هنا ما ينفعش. ما ينفعش؟ لا وانا ما ارضاش. ليه فيها ايه ده ما شغل؟ هنا الحتت الشعبيه من غير ما يصحش. يعني في عادات وتقاليد وكده. ايوه طيب ربنا يديك الصحه ويساعدك يا رب. يا رب نهارك زي الفل. تعيش الله. ب 4 جنيه؟ رغيف ب 4 جنيه؟ اه وفي واحد صغير ب 3 جنيه؟ ولا لا هو كله سعره واحد؟ ده عامله كبيره. وده بيشتري نوعيه معينه من الناس هنا ولا اي ناس؟ لا اي ناس الغلابه والفقير وكله. مش كتير 4 جنيه رغيف ده كبير حضرتك مش صغير يعني بص. اه يعني ياكلوا العيل في الطقم؟ لا ده كبير. ده كبير. ده عيلة تاكله. اه. ازاي بتاع السوق حضرتك؟ بص حضرتك. استنى عشان دم. دي عيلة تاكله ها؟ اه بص بص حضرتك. ما تبوظيش الرغيف. لا ما احنا هناكله بص حضرتك. اه اخر حلاوة. مش زي اللي بتتباع بره بيبقى فاضي، لا بص بيبقى القلب. تمام. ربنا يديك الصحة.